الإشاعة التانية بقى وهي إن أي حد اسمه أحمد بيمثل خازوق. إشمعنى أحمد يا جماعة؟ ليه جايين على أحمد ده؟ أحمد غلبان. طب ما في مصطفى ومحمود وخالد وحازم وأسامي كتير، ليه أحمد؟ يعني إيه واحدة من يومين تقول لي إيه ده؟ أنت اسمك أحمد؟ لا ابعد ابعد عني. طب واحدة تانية صاحبتي بقى لها سنين تقول لي أنت لو ما غيرتش اسمك أنا هقطع علاقتي بيك. يعني اعمل ايه؟ يعني اروح اقول لهم يا جماعه انا عايز اغير اسمي، سموني محمود ولا مصطفى ولا حازم ولا مدحت عشان صاحبتي بتقول لي طالما اسمك احمد يبقى لازم نقطع علاقتنا ببعض؟ طب ده كلام؟ يعني ينفع اشوف واحده اسمها مي ولا واحده اسمها ندى ولا فلانه ولا علانه اقول دي تبقى كذا؟ لا مش منطقي طبعا يا جماعه. انا نفسي اعرف مين اللي طلع الاشاعه بنت اللذينه دي، عشان الموضوع بصراحه مستفز جدا. مبسوط عامه ان انا شاركت معاك يا راندا، واتمنى ان انا اكون كنت خفيف على الناس، وميرسي قوي على يعني ان انتوا خليتوني اشارك معاك. زي ما شفنا احمد هو بيتكلم عن اشاعتين وبيقول ان النكد دايما من طرف الستات، وبيطالب الستات ان هي تحاول تحل بدل ما تقلب الموضوع نكد. والاشاعه التانيه اللي هي اشاعه اسم احمد، يا عيني، اللي فعلا في كل مكان وفي السوشيال ميديا وفي كل حته اسم احمد احمد احمد. لا يا جماعه، اسم احمد ده اسم جميل، انا بالذات مع اسم احمد لان عندي احمد في البيت، واحمد ده يبقى ابني وحد يعني لطيف جدا والله العظيم، احمد بدوي ابني، فكفايه بقى نهاجم اسم احمد، واحمد احسن الاسماء.